يعتبر تجمع عالمي تجتمع فيه كل حكومات العالم من خلال عرض سواء كانت ثقافات أو تقنيات حديثة أو تقارب فكري. وهذا ما في شك اليوم نجد أيضا تتويج كبير للفائزين بأفضل الجوائز من حيث التقنيات ومن حيث المشاريع اللي عرضت على مستوى هذه القمة. ونجد أيضا للإمارات حظ كبير بما أن الإمارات أيضا رائدة في هذا الجانب، وإحنا فخورين بهذا الإنجاز اللي تحقق حكومة الإمارات بوجود هذا العدد الكبير من الناس المتميزين والمبدعين والمبتكرين، ونقل أيضا تجارب من العالم إلى الإمارات ومن الإمارات إلى العالم. هذا يجعل الإمارات أيضا كل المشاريع والأفكار الإبداعية التي تطلع من الإمارات أيضا ينظر لها العالم بنظرة إيجابية ويستفيد منها، ونحن فخورين بهذا الحدث الكبير. وما في شك أن وجود أصحاب السمو والشيوخ أيضا، سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة وأصحاب السمو والشيوخ في هذا القمة العالمية يضيف إليها الكثير، وأيضا القيادات دولة الإمارات العربية المتحدة. التوفيق إن شاء الله.